شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة انطلاق منافسات النسخة الثانية لبطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواة والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF بصالة أرينا سبارتا بالعاصمة التشيكية براغ في الفترة من 22 من نوفمبر الجاري. وأشاد سموه بالمستويات التي شهدها اليوم الأول من المنافسات والتي تعكس التحضيرات القوية للفرق المشاركة للمنافسة في هذه النسخة، مؤكدا سموه أن ذلك سينعكس على نجاح هذه الفعالية وسيساهم على استمرار نجاحها، مشيدا سموه كذلك بالمستوى التنظيمي الرائع الذي قام به الاتحاد الدولي للعبة لإقامة هذا التجمع في نسخته الثانية، شاكرا ومقدرا سموه الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الدولي برئاسة السيد كاريث براون والرئيس التنفيذي دانزن وايت لتعزيز هذه الرياضة في المجتمعات الرياضية الدولية. وقد شكر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مقاتلا المنتخب الوطني وفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة عبد الله الفايز والمقاتل عباس خان على المستوى الفني القوي الذي قدماه رغم خسارتهما النزالين، متمنيا سموه لهما حظا أوفر في المشاركات القادمة. وأكد سموه أن الأمل لا يزال قائما لفنون القتال البحرينية في هذه البطولة تحت شعار عزيمة قوة تحدي من خلال مشاركة المقاتلان حسين عياد وحمزة زريرة، متمنيا سموه للمقاتلين النجاح والتوفيق في هذه المشاركة لتحقيق نتيجة إيجابية. كما حرص سموه على مرافقة مقاتل المنتخب الوطني عبد الله الفايز ومقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواة عباس خان في عملية الإحماء قبل النزال، وتبع سموه المواجهتين من الموقع الخاص بالجهازين الفني والإداري خلف الحلبة، كما وحرص سموه على مؤازرة المقاتلين ووجههما ورافقهما أثناء استراحة جولة النزالين. هذا والتقى سموه برئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة السيد كاريث براون، وذلك على هامش منافسات اليوم الأول للبطولة، حيث تبادل سموه مع براون الأحاديث حول تعزيز العلاقات وسبل دعم وتطوير الرياضة فنون القتال المختلطة.